المسألة خطيرة، مسألة الديون، مع أن الناس يتساهلون في قضية الديون في الأموال بصورة عامة، فهذا دين بالله وهو مباح لا شيء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحبه، على صاحبه صاحب الدين، حتى تكفل أحد الصحابة بدفعه، وعندما تكفل لم يكتف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك، بل سأل خلال اليومين التاليين، يعني يريد أن يتأكد من أن الدين قد دفع. هذا دين وهو مباح لا حرمة فيه، فما بالك بالسرقات؟ من يسرق يعني الناس ويأكل أموالهم ويسرق خزائن الدولة بأكملها. نعم، هذا لا دين ولا في حل أبدا أصلا. فالمهم أريد أن أقول إن المسلم يمكن أن يرتكب حماقة أو حموقة كما يقول ابن عباس، يعني من مثل هذا الأمر، لكن لما كان مجاله واسعا في هذه الدنيا المفروض أن يستعجل الأمر ويرجع حقوق الناس إليهم.